بعض الناس هدانا الله وإياه عندما يمشي في الطريق. أنا إنسان خلق على من مرة جيوان رجي هداية تبدا وقت الرضا دتها ينظر في متاع الدنيا. تشتي متاع الدنيا درنا يعني زي القصور العمائر السيارات سرايا درنا مولي رندرنا عربي رندرنا. في ماذا يفكر في الغالب؟ شد الفكرة يوفي يقول لو يتعرف علي الرئيس رئيس هذه الدولة لنجاه هركي خطيري دولتي مناسبك ويعطيني شيك مفتوح أو يقول خذ ما شئت من أموال الدولة أو باتش مرة بيجا تجري دولتي تشد غازي خرال ده خانيا هذي دي بازار هذي دي مال ملك هذي دي. كثير من الناس على هذا التفكير قال إنسان سري فكرنا. لماذا؟ شما؟ لأنه يطلب من الخلق ولا يطلب من الخالق چنكي أواب با مخلوق أكيد غازة با خالق نغازة هذا مخلوق لا يملك شيئا أو مخلوقه حسكيف رفات جرج أو مخلوقه اطلب من الله اجبار رب عالمي بغازه افتقر إلى الله رب عالمي ريال برش من الغني كي زنجينة من الذي بيديه الخزائن دست كده خزينة هنا هذه كلها تذهب ويبقى ملك الله سبحانه وتعالى أنا تشتنا يكشكي هر الصادجة ملك رب عالمي بمينة فلا يمكن أن نفتقر إلا إلى الله لا نفكر لا في الأمراء ولا في الرؤساء لا يمكن أن نلتجئ إلا إلى الله سواجي أمجري هرتشتي بزامن كيش تشتي رب العالمين أمجري هرتشتي جيبو يا بغازل.